معنا مباشرة من بغداد الباحث والخبير الاستراتيجي في الشأن العراقي الأستاذ هشام الهاشمي. أهلا وسهلا بك أستاذ هشام. دعني أبدأ معك بالشكوك ربما والمعوقات والخروقات التي شابت العملية الانتخابية. كيف تفسر اتساع دائرة الشكوك في صدقية الانتخابات؟ لا حقيقة أظن أن الانتخابات مضت وليس هناك أي توافقات و يعني أي قرارات ممكن أن تعيد الانتخابات من جديد، ربما إعادة الفرز، إلغاء بعض المراكز، بعض المحطات. لم تحدث في العراق إعادة انتخابات سواء على مستوى دائرة انتخابية أو جزء من دائرة انتخابية منذ انتخابات 2005 مرورا إلى 2010 و2014. 59 ألف محطة انتخابية في أحسن وأدق المنظمات التي رصدت الخروقات، لم ترصد أكثر من 1000 خرق انتخابي، وبالتالي واحد من 59 في دولة حديثة عهد بالديمقراطية مثل العراق، في مناطق متنازع عليها، في مناطق ذات مرجحات طائفية قومية، وجود مسلحين، تعتبر هذه النسبة صحية. نعم هناك عزوف كبير ونسب متدنية للمشاركة بخلاف ما نصت عليه المفوضية، فإن الشهادات والمشاهدات المتواترة التي نقلت والتي تم رصدها من قبل منظمات مختصة كلها أكدت أن النسبة كانت متدنية جدا. لكن هل الخروقات التي حدثت مثلها تعطل الانتخابات أو تفرض على الدولة أو على الأمم المتحدة أن تتدخل لإعادة انتخابات في دائرة انتخابية معينة؟ لا أظن ذلك، وكركوك مع شدة المأساة التي فيها إلى الآن هناك تفاهمات لحلحلة هذه الأمور بسياقات خارج الوسائل الديمقراطية، وهذا يحدث غالبا في المناطق التي لا يمكن السيطرة على ردات الفعل المكوناتية القومية الطائفية، بالتالي سوف يتم عمليات ما تسمى الإرضاء أو حل هذه النزاعات. نعم. ضمن وسائط من الأمم المتحدة أو حتى الحكومة في بغداد. نعم أستاذ هشام، كيف تقرأ كما ذكرت بأن هذه الأحداث التي يعني وجدت في محافظة كركوك إضافة إلى السليمانية، كيف تقرأ هذه الأحداث؟ وأيضا من تعتقد ربما المستفيد من يعني من افتعال هذه الأفعال التي ربما هي مطالبات بالعدوى الفرز اليدوي، وهناك أيضا مطالبات من هذه الجماهير أو الناخبين بأن يكون هناك عدل ربما لصالح كتلة معينة، وكما ذكر مراسلنا أكثر من مرة بأنها سيطرت ربما كتلة معينة عن مجريات الأحداث في محافظة كركوك واستبعدت الكتل الباقية. بالتأكيد حاليا هناك 6 قوائم مهمة في بغداد والمحافظات على المستوى الوطني تطالب بإعادة فرز وإعداد بعض المراكز الانتخابية. أظن القضاء العراقي يميل اليوم إلى أنه لا يصادق على نتائج الانتخابات والإلكترونية ما لم يتم فرزها بشكل كامل يدويا، وبالتالي النتائج التي من المفترض أن تظهر خلال 48 ساعة القادمة سوف تكون هي نتائج أولية مبنية على المعطيات التي تم حصرها إلكترونيا، لكن القضاء سوف يصادق على النتيجة التي تكون مطابقة بين العد الإلكتروني والعد اليدوي، وبالتالي سوف تكون هناك الكثير من الإشكالات والشكوك والتهم بالتزوير سوف تزول. أيضا هناك قرارات ربما تتخذ خلال 24 ساعة القادمة في إلغاء الكثير من المحطات بل حتى المراكز. طيب أستاذ هشام، تعتقد بأن ربما النتائج الأولية للعملية الانتخابية ستبقي يعني نفس الحظوظ وكذلك حجم وأوزان الموجودين السياسيين في العملية السياسية الجارية، هل ستبقى على نفس الحظوظ من يعني من خلال النتائج الأولية لهذه الانتخابات؟
بحسب اطلاع على تسريبات قريبة من غرف عمليات العدوى الفرز، أظن من 88 قائمة اشتركت في انتخابات 2018 من كتب له الفوز أو حظوظ الصعود هي فقط 14 قائمة. نعم. طيب أيضا تحالف القرار إضافة إلى 5 تحالفات أخرى وقعت اليوم على طلب رسمي، وطالبت أيضا مفوضية الانتخابات بأن يعني تلجأ إلى العدوى الفرز اليدوي. بالتأكيد نعم، وليس فقط تحالف القرار الذي وقع عليه بالإضافة الكثير إلى 5 تحالفات على أخرى. أصواته. بالتأكيد نعم، العراقي الوطنية بالإضافة إلى إرادة دولة القانون والفتح، هذه التحالفات والقوائم وقع الكثير من الغبن بخصوص الصناديق وأيضا بخصوص الديمغرافيا الانتخابية التي تمثلها. هناك فوارق كبيرة بين ما هو الواقع الذي صوت له الناخب لهذه القوائم وبين ما تم إظهاره في النتائج الأولية. نعم أستاذ هشام، السيد المالكي في لقاء متلفز صرح ربما لو كانت نتائج الانتخابات غير مرضية لبعض الكتل ربما ستؤدي إلى حرب أهلية، كيف تقرأ هذا التسرع والتصريح من السيد المالكي؟ يعني أظن هذا التصريح يحسب عليه وربما سوف يكلفه كثيرا، خاصة إذا ما حدثت ردات فعل من بعض المقربين بالنسبة لقائمة دولة القانون، سوف يعتبر هذا التصريح تحفيزا منه أو ضوءا أخضر لهذه الجماعات للقيام بأعمال قد تكون خارجة عن القانون. لكن حرب أهلية لا تكون لا سامح الله، ربما تكون عمليات محدودة يتم السيطرة عليها سريعا كردات فعل غاضبة كما حدث أمس في السليمانية أو ما ربما ما حدث في كركوك أو سيحدث خلال الساعات القادمة. نعم أستاذ هشام، أيضا السيد كريم النوري في لقاء من خلال قناة الفلوجة صرح وأكد ربما سيكون هناك انهيار للعملية السياسية في حال عدم يعني الإقدام على رضا الشعب، وكما تابعنا وشاهدنا بأنها ربما بدأت في كركوك وكذلك في السليمانية وربما قد تحدث في مناطق أخرى، يعني كيف ترى أو تنظر إلى تصريح السيد كريم النوري، وأيضا تعتقد بأنه كيف سيتعامل السيد العبادي مع يعني مطالبات الجماهير وكذلك كيف سيحرص على رضا الشعب؟ نعم أستاذ هشام إذا كنت تسمعني. إذن يبدو بأننا فقدنا الاتصال بالأستاذ هشام الهاشمي الباحث والمحلل الاستراتيجي في الشأن العراقي، شكرا جزيلا لك أستاذ هشام.